دلوقتي جمعتنا مع مناظرة جديدة من مناظرات برلمان الثورة، ومعانا النهاردة اثنين من المرشحين في احدى الدوائر الساخنة التي تشهد صراعا على مقعد الفئات بدائرة الدقي ومبابة والمهندسين. معانا النهاردة في 90 دقيقة واحد من قيادات شباب ائتلاف الثورة المسؤول عن ملف الشهداء واحد مؤسسي حزب التيار المصري اللي تم تأسيسه بعد 25 يناير، ويضم عدد كبير من شباب المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين، وله نشاط اجتماعي كبير في الجيزة، هو الناشط المعروف عبد الرحمن هريدي. أهلا بك عبد الرحمن. أهلا بك. رحمن هريدي من مواليد عام 1977، يعمل في إحدى شركات الاستثمار السياحي، وانشغل بالسياسة في سن مبكرة، حيث كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، كما كان إماما لعدد من مساجد الجمعية الشرعية. بعد ثورة 25 من يناير انضم هريدي لائتلاف شباب الثورة، وأصبح مسؤولا عن لجنة الشهداء والمفقودين ومسؤول التنسيق الأمني مع وزارة الداخلية، ثم شارك في تأسيس حزب التيار المصري. يخوض هريدي انتخابات مجلس الشعب باسم ائتلاف شباب الثورة وحزب التيار المصري على مقعد الفئات الفردي بدائرة إمبابة والدقي والعجوزة. آية راضي، 90 دقيقة، قناة المحل. معنا ايضا الطرف الثاني في هذه المناظره شاب من اقوى المرشحين المنافسين على هذه الدائره واحد الوجوه البارزه في اول انتخابات بعد الثوره، هو لديه رصيد عائلي كبير وخبره بالوراثه في العمل السياسي، وهو في 30 من عمره ويريد اثبات ان مصر لكل المصريين، خريج كليه الحقوق واحد اعضاء الجمعيه الوطنيه للتغيير. معنا المحامي الشاب احمد مرتضى منصور. اهلا بك احمد. مرتضى منصور محامي تخرج من كلية الحقوق عام 2004، دخل السياسة في سن مبكرة، فهو نجل المستشار مرتضى منصور، كما انضم للجمعية الوطنية للتغيير. بعد ثورة 25 من يناير تعرض منصور لاتهامات تتعلق بمواقفه من النظام السابق واشتراكه مع والده في موقعة الجمل، لكنه نفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلا. يخوض أحمد مرتضى منصور انتخابات مجلس الشعب كمستقل تحت شعار كلنا مصريين على مقعد الفئات الفردي بدائرة إمبابة والدقي والعجوزة. آية راضي، 90 دقيقة، قناة المحل. ثانية اسمحوا لي في البداية أقول لكم المناظرة بتتم إزاي. سوف يستعرض كل طرف في دقيقتين برنامجه ولماذا قرر خوض الانتخابات. هناك 6 أسئلة لكل طرف، مدة الإجابة على كل سؤال دقيقتين. بعد كل 3 أسئلة في فرصة للتعقيب، ومدة التعقيب دقيقتين. سؤال أخير، من حق كل طرف أن يوجهه سؤالا للطرف الآخر حول قضية عامة وليست خاصة، والإجابة في دقيقتين. في نهاية المناظرة هناك دقيقتين لكل طرف يخاطب فيها المصريين والناخبين. ملحوظة أخيرة، من حق كل طرف طلب نقطة نظام أثناء حديث الطرف الآخر إذا خرج عن الموضوع أو تناول أمور شخصية. ونبدأ المناظرة. تحبوا حد فيكم يبدأ ولا نعمل قرعة عشان نختار؟ تفضل عبد الرحمن. تفضل نعمل قرعة. تفضل تختار إيه؟ ملك. 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 أنا كمان. ما أنا بدأت. ملك كتاب. خلاص خلي هو الملك وأنا الكتاب. أوكي. ملك. الملك دايما يبتدي. تبدأ تكلم جمهورك في دقيقتين، تقول لماذا قررت خوض انتخابات البرلمانية عن هذه الدائرة. فضل. الحقيقة أحب أبدأ كلامي أن أنا بحيي الشعب المصري على إصراره في استكمال
مكتسبات الثورة المصرية، الثورة العظيمة اللي أثبتت نجاحها على مستوى العالم واللي أنتجت الربيع العربي في العالم حوالين مننا. حتى وول ستريت كانوا بيهتفوا بيقولوا إحنا مش أقل من المصريين حبا للوطن. تحية كمان للشهداء الثورة المصرية اللي أنتمي لأكبر عيلة فيهم بصفتي مسؤول ملف الشهداء على مستوى مصر، بما فيهم السبع شهداء للجنود المصريين في على الحدود المصرية في شهر رمضان. أحب أقول لهم إن ابنكم بيخوض التجربة الانتخابية لأول مرة بكل ثقة، كل دعم. إعادة مكتسبات الثورة للشارع المصري، أمان، حرية، عدالة اجتماعية، علشان نبني مصر ونشوف مصر الجديدة بخير. إن شاء الله هنكون قدها وهنبني البلد مع بعض، لأن لازم يتفتح مسار للشعب المصري إنه يتحرك ويشتغل في الشارع المصري. البرنامج السياسي بتاعنا اللي بنترشح من أجله علشان نفتح مسار للشعب المصري، مسار ديمقراطي، أمان فيما يخص الأمن تحديدا، حرية فيما يخص تعزيز الحريات في المجتمع المصري، عدالة اجتماعية، وهنسمع ده مع بعض إن شاء الله. أشكرك أستاذ أحمد، اتفضل كلمتين يا ناخبيك. لماذا قررت خوض انتخابات البرلمانية عن هذه الدائرة؟ تمام، هو حضرتك طبعا حضرتك ابتديت البرومو اللي معمول عليا ان انا متهم في موقعة الجمل، فحضرتك اللي ابتديت موضوع شخصي هنتكلم فيه لسه دلوقتي. طبعا انا باكد ان انا ما عملتش موقعة الجمل دي، هنتكلم فيه دلوقتي. بس انا هعتبر ان ده ما جاش في البرومو اكني ما سمعتوش، وهبقى اتكلم فيه مع عمر بيه يطلب مني. انا برنامجي باختصار ان كفايه مزايدات، كفايه انهيار للدوله المصريه. ثورة 25 يناير أنا أول من شارك فيها، أنا عضو الجمعية الوطنية للتغيير مع الدكتور محمد البرادعي، مؤيد لي في التغيير وليس في رئاسة الجمهورية. أتشرف بأن أنا من الناس اللي نزلوا الميدان، والثورة ما ابتدتش في الميدان، الثورة كانت في كل مصر، كنا 20,000 واحد. هنعدي مرحلة الثورة، الثورة الحقيقية مش في الميدان، الثورة الحقيقية في قلوبنا وفي عقلنا، وفي أن القوانين تتغير ويحصل مكتسبات الثورة الحقيقية، ان احنا ننفذ ثورتنا. لسه لغاية دلوقتي الثورة ما اتنفذتش. مكتسبات الثورة الحقيقية لما الاقي بقينا قاعدين في دولة قانون. اول حاجة في برنامجي الانتخابي هو ان كلنا مصريين، سواء قبطي او مسلم، سلفي او اخوان، ليبرالي او وسطي، كلنا مصريين. انا نازل الانتخابات عشان اقول كلمة واحدة بس، مش عشان انجح، ان شاء الله هنجح، لكن نجاح الأهم إن أنا الناس تحترمني، وأقول إن كلنا مصريين يجب أن نحترم بعضنا البعض، يجب أن نستمع لبعض. مصر محتاجة كل الطوائف اللي أنا قلت لحضرتكم عليها دي. أول برنامجي كلنا مصريين، تاني حاجة في برنامجي إن أنا أعهد الله أن أتعامل بضمير مع وأن أتقي الله في الناس اللي هينتخبوني، لأن دي أول مرة الناس هي اللي هتنتخب. كان زمان ما تطلبوش من حد حاجة لأن الحكومة هي اللي كانت بتجيبه. ثلاثة في برنامجي اللي أنا شايفه الأهمية القصوى في تطبيق العدل وإرجاع سيادة القانون للدولة المصرية وتطبيق القوانين بشكل في مساواة. أشكرك يا أحمد، الوقت انتهى. السؤال الأول أستاذ عبد الرحمن، ليه اخترت أنك تترشح في دائرة إمبابة اللي بتنافس فيها عدد من وجوه الثورة أبرزهم عمرو عز والدكتور عمرو الشبكي؟ أنت متهم بالرغبة في انتهاز فرصة الثورة لدخول البرلمان بأي شكل، حتى لو كان على حساب زملاء الثورة، جايز البعض يشوف أنهم أكفأ منك. تفضل. اولا انا من مواليد امبابة، واعتز ان انا من منطقة امبابة الشريفة الطاهرة، ارض الرجولة والكرم والشجاعة. دي دايرتي اصلا، انا منها. انا رقم 44، تقدروا رقم 44 في الكشوفات. زميلي العزيز عمرو عز رقم 86، دكتور عمرو الشبكي رقم 116. الاثنين كانوا يعلموا تماما ان انا نازل في دائرتي الاساسيه. اشكرك الاستاذ احمد المرتضى، انت احد الاسماء التي وجهت اليها اتهامات في موقعه الجمل، ومع هذا قررت خوض اول انتخابات لبرلمان ما بعد الثوره. مش الان ان هذه الاتهامات وايضا معارك والدك السياسيه تقلل من فرصتك في النجاح؟ حضرتك اولا النجاح هو النجاح ان الناس تحترمك وتحبك. انا نازل اوصل فكر، انا مش نازل اتخانق عشان مجلس الشعب. عبد الرحمن يمثلني ويمكن افضل مني، دكتور عمرو الشبكي استاذي ويعلمني،
باشمهندس عمرو دراج استاذنا كلنا. مش مهم هتنتخب مين، المهم ان انت تنتخب وتتقي ربنا وانت بتنتخب. لكن انا وقتي ضاع ان انا بدافع عن نفسي في موقعة الجمل. لا، انا عايز استاذن حضرتك، انا متهم في موقعة الجمل اسما، انا لا يوجد اي دليل ضدي في موقعة الجمل، ولن اقبل اذا كان الولد قبل الوالد قبل مجرد اتهامه، فانا لن اقبل اصلا ان حد يتهمني، لان انا مواطن مصري شريف عمري ما يربطش حزام، لا انا بربط الحزام، فمش هقتل حد. انا نزلت مع الناس دي، حضرتك تقدر تراجع عمرو سلامة، انا من جايب صوتي هنا انا وعمرو سلامة في الميدان مع بعض، فمش ممكن ابقى في مع الدراع اليمين بتاعه البيادع في الثوره وفجاه اقرر ان انا اقتل الناس. لكن انا مش خايف طبعا، لان انا مش النجاح ده بتاع ربنا، ومتاكد ان شاء الله ان انا هنجح، لان انا عايز افيد بلدي، والاهم ان انا افيد بلدي. بقول لحضرتك انا مش هقبل ان بنتي واولادي يعيشوا في البلد بهذا العيشه اللي احنا عايشينها، احنا نسينا عيشه البني ادمين. انا عايز افيد بلدي، وانا ما عنديش برنامج بالشكل البرنامج، لان مش عايزين نقعد ننظر ونتكلم على الفاضي. معارك والدك السياسيه؟ معارك والدي السياسيه يعني في معارك لوالدي السياسيه، لكن المزايدات اشتغلت بعد الثوره زي ما كانت شغاله قبل الثوره. صدقني حضرتك الثوره ما فيش حاجه فيها تمت. الحزب الوطني زي ما كان في حزب وطني، في حزب دلوقتي بيؤدي نفس دور الحزب الوطني. زي ما كنا بنزايد، انا الوالد يوفط اتقطعت سنه 90 من امل عثمان، انا يوفطي اتقطعت سنه 2011، نفس الناس اللي قطعوها هو نفس فكر الحزب الوطني. انا عمري ما كنت بنتمي للحزب الوطني، ومع ذلك قالوا عليا فلول. انا من مؤيدي البيادعي وقالوا عليا فلول. طب عايز اعرف انا فلول ازاي؟ ما هو تعريف الفلول؟ انا عايز اعرف، ممكن حضرتك تجاوبني يا استاذ؟ اشكرك استاذ عبد الرحمن. انت كنت عضوا بجماعه الاخوان المسلمين وانضميت لحزب التيار المصري وتركت الجماعه، هل انت شايف ان فكرها القديم لا يتفق مع افكار شباب الثوره؟ انا الحقيقه يعني اتعلمت في جامعه الاخوان المسلمين كتير، وتعلمت في الحي الشعبي الجميل امبابا كتير، وهو تحمل المسؤوليه والاعتماد على النفس. لكن انا الحقيقه حبيت انتمي لاكبر جماعه داخل مصر هي الجماعه المصريه، فحبيت ان انا اشتغل مع الشارع، اشتغل مع الناس، اتحمل مسؤوليه استلام استاد القاهره بعد مباراه الزمالك والافريقي التونسي، استلمتها من وزير الداخليه علشان ننظم مباراه الدوري، استلمنا كمان المستشفيات العامه علشان نفعل دور الناس ونعزز من دور الشباب، وامنوا المستشفيات العامه بعد التنحي مباشره، وامنا كمان الدكتور عصام شرف وهو داخل الميدان بعد تنحي احمد شفيق، لاني مباشره بتعامل مع انا المنسق الامني لائتلاف شباب الثوره، واردنا ان نقيم حزب سياسي علشان يكون اداه سياسيه في ايد الشعب المصري يستخدمها في احتياجاته ورغباته. الحقيقه انا يعني كنت حريص ان الشعب بعد الثوره العظيمه محدش يزايد على اسلاميته او اتجاهاته، الشعب كله شعب عظيم ولازم يفعل في المرحله اللي جايه، ولذلك حزب التيار المصري هنلاقي فيه توجه اسلامي، هنلاقي فيه يساري، هنلاقي فيه ليبرالي، وهو ده النموذج اللي احنا خرجنا منه من ميدان التحرير، كلنا ايد واحده. شكرا استاذ احمد مرتضى. انت قلت انك من مؤيدي الثوره وانك نزلت لميدان التحرير اكتر من مره، طب ليه كنت بتروح ميدان مصطفى محمود وهو الميدان اللي كان متهم بان المتظاهرين فيهم من ابناء مبارك ومن جماعه اسفين يا رئيس؟ حضرتك انا رحت ميدان مصطفى محمود زي ما الملايين راحت ميدان مصطفى محمود، كنا خايفين. الناس كانت، انا يهمني حسني مبارك كان يوم 28، الحمد لله انا والشباب اللي معايا مشينا حسني مبارك الرئيس السابق يوم 28، وكان الموضوع باين ان هو الراجل مش قاعد، كان الموضوع منتهي يوم 28، بعد كده دي مزايده، الراجل مشي يوم 28. زي اي شعب، زي الشعب المصري كله، نزلنا الميدان تقريبا يوم 2. كان معايا مصر كلها، يعني عايز اقول كابتن حسن شحاته، ممدوح عباس، كابتن حازم امام، كابتن كل مصر، كل فنانين مصر، كل الشعب المصري، كان ناس كتير موجوده هناك. زي ما كان في الميدان في ناس، انا نزلت الميدان قلت كلمه حق، ونزلت مصطفى محمود قلت كلمه حق. لم اهين الرئيس مبارك في ميدان التحرير، ولم امجد في الرئيس مبارك في ميدان مصطفى محمود. وانا اقول لحضرتك على حاجه، وده دوري كعضو مجلس الشعب، انا بقول امانه قدام الناس، انا هقول اللي انا عايزه في المكان اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، زي ما والدي رباني، مفيش حد هيغير رايي، مش هزايد، مش هقول كلام اللي حضرتك الناس كلها بتقوله، المخلوع ولا مش عارف ايه. الشهداء، انا محامي 37 شهيد، انا اول من قدم بلاغ
للشهيد سيد بلال اللي توفى تقريبا يوم 6 قبل 25 يناير. انا مش هزايد، انا نازل اخدم الشعب، نازل اخدم مصر، لان زي ما قلت لحضرتك انا برنامجي هو بنتي وبنت حضرتك واولادنا. الناس دي لازم تعيش حياه افضل من اللي انا عشتها. يمكن انا العقبه الوحيده اللي بتقف في طريقي دلوقتي اتهامي، الاتهام العبيط ليا في موقع التجمع. معلش انا هقول عبيط، كويس ان انا بقول عبيط، لان لما حضرتك يبقى في بني ادم شايف وتقول له انت خاين، فكويس ان هم يعني ما ينفعلش درجه ان هو يعمل حاجه تانية. فانا كده ماسك نفسي كويس جدا. اشكرك استاذ عبد الرحمن. اذا دخلت البرلمان بخلفيتك الاسلاميه المعروفه، هل ستؤيد ان تنفرد الاغلبيه الاسلاميه في وضع الدستور القائم؟ انا بدايه احب اقول ان انا ضد الاستقطاب الديني. انا ما احبش ان انا اتكلم عن او ازايد على اسلاميه الشعب المصري بكل طوائفه، المسيحيين والمسلمين. انا صديقي العزيز يوم التنحي، ما كانش يوم 28 ولا حاجه، يوم التنحي ده كان موجود معايا مينا دانييل، مينا مايكل دانييل اللي يعرفه كويس. الحقيقه انا مع التنوع داخل البرلمان لتعزيز قيمه في البرلمان المصري. ده اول برلمان بعد الثوره المصريه. انا حابب ان يكون في تمثيل حقيقي للمجتمع المدني والنقابات داخل لصياغه الدستور المصري، مش اتجاه واحد، لان البلد بطبيعتها متنوعه. مهم جدا كلنا او يمثل لصياغه الدستور جميع طوائف الشعب المصري، مهنيين، محامين، اطباء، صيادله، ممثلين، شعراء، باعه، بيئه، تعليم، كل الفرايتي ده او التنوع ده مطلوب لاعاده صياغه دستور يعبر ويعزز من كرامه الشعب المصري. اشكرك. السؤال الثالث استاذ احمد مرتضى، انت قلت انك عضو في الجمعيه الوطنيه للتغيير وانك من مؤيدي الدكتور البرادعي. اولا ليه بتأيد البرادعي؟ واذا اعلن والدك المستشار مرتضى منصور ترشحه للرئاسه امام البرادعي، لمن تعطي صوتك؟ لا لمرتضى منصور. يعني لو دكتور محمد او مرتضى منصور، لا مرتضى منصور. لا انا كنت مؤيد للدكتور محمد البرادعي في التغيير مش في الرئاسه. لكن ان شاء الله يمكن ينزل حد افضل من مرتضى منصور البرادعي، لكن لو حضرتك بتقارن بين الاثنين يبقى مرتضى منصور. انا بستاذن حضرتك في حاجه. انا شايف ان استاذ عبد الرحمن ما شاء الله هو بيطرح برنامجه وانا دايما متهم في خانه كده. فانا هبتدي اطرح برنامجي كويس. انا برنامجي باختصار زي ما قلت لحضرتك، اول حاجه وحده مصر، مش عايزين نتفرق. زي ما استاذ عبد الرحمن يمكن هو بيقول نفس الكلام اللي انا بقوله، يمكن بيقوله بشكل افضل. التنوع ده مطلوب. انا ضد الحزب الواحد زي الحزب الوطني ما كان موجود. انا عندي برنامجي بيتمثل في تشريعات محترمه ان شاء الله. دستور، نحط دستور عقد اجتماعي جديد للمصريين كلها تقدر تعيش في البلد دي. برنامجي دستور، قوانين محترمه مش مشبوهه، برنامجي عدل وصحه وتعليم بتفاصيله اللي انا كلنا عارفينها. حضرتك احنا عندنا يمكن الامبابه، هو استاذ عبد الرحمن من امبابه، انا ابن امبابه وابن العجوزه وابن الدقي، مش ابن، لان انا ابن مصر. فمفيش حد، مصر محتاجانا كلنا، محتاج عبد الرحمن ومحتاجاني. ان شاء الله باذن الله. انا يمكن الاضافه في برنامجي ان انا عايز اعمل كل حاجه بايدي، مش هسيب اي حاجه ما اعملهاش بايدي. وده يمكن خدناه من روح ثوره 25 يناير، ان احنا كنا واحده واحده. انا برنامجي ان انا انزل الشباب، عايزين ندور على افكار غير تقليديه. حضرتك بتشوف الدول المتقدمه زي الامارات او تركيا، افكار غير تقليديه نقدر نعين بيها. احنا عندنا البطاله في امبابه لوحدها تتجاوز ال 40 الف مواطن. عايزين نلحق ان شاء الله في خلال الخمس سنين دي نحل مشاكل على قد ما نقدر. انا مش من انصار ان عضو مجلس الشعب ينزل اكثر من دوره. عايزين نحط حد اقصى لعضو مجلس الشعب ان هو ينزل فيه زي رئاسه الجمهوريه. اشكرك. اتفضل. ودلوقتي حق حضراتكم في التعقيب لمده دقيقتين لكل طرف على محاور المناظره، ونبدا بالاستاذ عبد الرحمن. اتفضل. مش عارف حسني مبارك رئيس المخلوع مش يوم 28 يناير ازاي؟ فهل في معلومات ان هو سافر بره مصر في الوقت ده؟ ممكن احمد مرتضى منصور يقول لنا هو كان اقرب
للمعلومات. الحقيقة أنا حريص جدا ما سفهش من آراء الناس. الاتهام من النيابة ما يتقالش عليه عبيط، فرجل يعزز من قمة القانون. مسألة عاوز يعمل كل حاجة بإيده، فين الشعب؟ احنا كده بنرجع لفكرة الحزب الواحد، عايزين نشتغل مع بعض، عايزين نفتح مسارات جديدة للشعب المصري. ده هو ده الفكر اللي محتاجين، ان الشعب ده يتحول من مساحة الاعتماد على في نظرية الإدارة على الوان مانشو، حضرتك هتعمل لنا ايه؟ لا، احنا عايزين نغير لغة الخطاب، هنعمل مع بعض ايه؟ هو ده النجاح. وانا اتمنى يعني اشوف ايه مين اللي ماشي يوم 28 وليه الاتهام عبيط. شكرا استاذ احمد. تعقيب في دقيقتين على الجزء الاول من المناظره قبل ان ناخد الجزء الثاني. يعني انا ارد على عبد الرحمن ولا اوجه؟ لا كما تريد. هو قال ده تعقيبه على الحوار. لا، انا ما بعقبش على كلامه، لان هو كلامه راجل مصري، مواطن مصري بيقول وجهه نظره في ازاي مصر تتغير للافضل ان شاء الله، وانا مش مختلف معاه كتير. بالنسبه للنقطه الاخيره تقريبا هو فهمني غلط. انا بقول ان انا اشتغل بايدي عشان اكون قدوه للشباب اللي زيي، ما يخافوش وينزلوا يشتغلوا معايا. لا انا معاك فعلا، احنا عايزين نغير الفكر ده، ويمكن ده برنامجي هبديه لحضرتك تشوفه. واتشرف ببرنامج حضرتك مع اني قريته على النت. هنتكلم فيه دلوقتي. لكن بالنسبه لرحيل الرئيس مبارك، الرئيس السابق مبارك، كان يوم 28 مش المخلوع. من فضلك من فضلك، ممنوع المقاطعه، اتفضل. ليه مش المخلوع؟ لانه هو عايز يسميه مخلوع، عايز يسميه مخلوع مخلوع، يعني دي حريه. خلينا نقول من فضلكم يعني نقطه أوكي. نظام من فضلكم. حاضر اتفضل. يعني هسميه لو حضرتك عايزني اقول المخلوع اسميه، بس ده مش الاسم الصحيح. يعني هو لك تعقيب على الكلام اللي قاله عبد الرحمن فيما يخص الجزء انا يوم الأول. 28 يوم 28 الساعه 5 مشي حسني مبارك ومشي النظام كله، وباكد المعلومه دي، وحضرتك تقدر تسال كل اللي كانوا موجودين في الميدان، مع ان كان عددنا قليل جدا. يمكن انا ما اتشرفتش بناس كتير من اللي بيقولوا اللي كانوا في الميدان. انا بس انا مشيت من ميدان بدري عشان برضو ما في تعقيب على كلامه الاخر. لا لا لا، حاجه ثانيه معلش، دي نقطه مهمه جدا بالنسبه لموقعات الجمل دي. بالتاكيد انا في برنامجي حاطط، انا عايز اعرف المتسبب الحقيقي في موقعات الجمل. المخابرات العامه والنيابه العامه عندهم الناس اللي عملوا موقعات الجمل يقدروا يقدموهم للمحاكمه. تعقيبي الوحيد هو اتهام سفيه، لان انا شريف ولن اقبل مجرد اتهامي. عبيط ولا سفيه؟ من فضلك وعبيط. من فضلكم والنيابه العامه لم تتهمني، خلاص. وانا بطلب من النيابه العامه اللي هي تقوم تدافع عن الحق، لان لا يوجد دليل واحد في القضيه ضدي، حتى الشهود ما عدا واحد بس كان قريب، عبد الرحمن بركة عضو مجلس الشعب الحزب الوطني. انا معايا لو ينفع اوري لحضرتك، ما كانش اصلا موجود في القاهره، وبيقول ان انا كنت واقف اصلا ما بعملش حاجه. لكن ساتجاوز على نقطه. اشكرك المده انتهت. السؤال الرابع. أستاذ عبد الرحمن، أنت عضو حزب التيار المصري متهم بأن برنامجه بيشبه برنامج حزب العدل وحزب الوسط. يعني إيه التيار المصري وإيه اللي بيميزه عن العدل والوسط؟ الحقيقة بيشرفني إن حزب التيار المصري هو حزب قائم على تعزيز دور المصريين، كويس؟ هو في اتجاه إسلامي يساري ليبرالي وسطي. بس ايديولوجي، هو عابر للايديولوجيات. احنا مش هنقعد ننظر مع الناس ونتكلم في ايديولوجيات. ده مش اتهام، انا شايفه دي حاجه ايجابيه، واي حزب بيقدم نموذج جديد ده شيء ايجابي. وما بعد الثوره دائما وابدا نجد فعاليات ونجد نظريات جديده. حزب التيار المصري حزب يعزز للتيار الرئيسي المصري، وده كان كتاب ونظرية للمستشار المحترم طارق البشري سنة 96. واحنا خدنا من النظرية دي اللي كانت بتميل أشبه لثورة 19، هو ان الحالة دي لما بتدرس، هو ان الشعب المصري لما بيجتمع حوالين أهداف دون استقطاب خاص باتجاه معين أو حزب معين، هو بيتجمع حوالين أهداف، ساعتها الشعب كله بيتحرك. وده اللي حصل لما حصل خلاف ما بين الحزب الوطني بقيادة مصطفى كامل، وما بين الأحزاب الأخرى، وما بين الجماعات الإسلامية اللي كانت موجودة ضد الاحتلال الإنجليزي. لما قام الوفد، مجموعة الوفد المتمثلة في سعد زغلول باشا، حط أهداف وإطار عام، ساعتها شفنا الفلاح خرج من مكانه، وشفنا الفلاحين في المنيا قاموا وقطعوا طريق القطار، واضرابات في المصانع
وكانت ثورة عظيمة تشبه ثورة ميدان التحرير، هو التفاف الشعب حوالين الأهداف. فاحنا مركزين في حزب التيار المصري على الأهداف اللي تنقل مصر بعمقها الأفريقي وبعدها القومي لمرحلة جديدة. أستاذ أحمد، شعار حملتك الانتخابية كلنا بنحب مصر، هل أنت شايف أن في تيارات معينة ما بتحبش مصر وموقفك منهم إيه؟ لا، أنا شعار حملتي الانتخابية كلنا مصريين. لا، الناس كلها بتحب بعض الحمد لله، ولكن هي المشكلة أن حصل اختلاف ما ممكن نسميه ايديولوجي بقى، ولا يعني في الأفكار في المجتمع المصري بعد الثورة، أصبح فيه مؤيد ومعارض، مع ان كلنا يوم اول يوم 25-28 كنا مؤيدين للثورة. فانا بشعاري ده يعني حطه عشان اقول ان بنناحي كل الخلافات جانبا، كل واحد ليه فكره يقول رأي ورأي الاخر، لكن في الاخر كلنا مصريين، يجب ان نحترم بعضنا البعض. ولا مش شايف ان في تيار بيكره مصر، لكن في ان احنا محتاجين دلوقتي ان احنا الاول نبقى واحد ونعرف ان احنا واحد، وان الانتخابات دي تعدي على خير ان شاء الله، وده نجاح ان شاء الله، ان انا اخلي على الاقل ان الانتخابات عندنا في الدقي والعجوزه وامبابه تعدي على خير، والناس تنزل، ويبقى فرح ان شاء الله عبد الرحمن يكسب، دكتور عمرو، اي حد يكسب في الاخر، يبقى الناس انتخبت وقالت ارادتها. ولكن انا بتمنى ان اي حد ينجح، البرنامج بتاعي وبرنامج عبد الرحمن وبرنامج دكتور عمرو، كل البرامج توضع امام انظار من ينجح وينفذها، لان في الاخر انا بقول لحضرتك البلد دي بلدنا، بلد بنتي، هنفضل عايشين هنا، فلو سمحت انا عايز بنتي واولاد حضراتكم يعيشوا حياه افضل. اشكرك. السؤال الخامس استاذ عبد الرحمن، اذا اصبحت عضوا في البرلمان هتبطل تنزل ميدان التحرير وتسعى للتعبير عن ارائك تحت القبه فقط؟ ولو صور التحرير استمروا في تنظيم المليونيات وكانت اغلبيه البرلمان شايفه انها بتعطل الانتاج وضد الاستقرار، هتختار تكون ايه؟ برلماني ولا ثوري؟ هكون برلماني ثوري. ميدان التحرير هو اللي جمعنا، وهو السبب اللي النهارده انا واحمد مرتضى موجودين على الهواء بنتكلم في برامج سياسيه، بنتكلم بحريه، فلولا ميدان التحرير ما كناش واقفين النهارده في المكان ده. هي دي الحريه، ودي ده ميلاد ومؤشر لميلاد دوله مصر الديمقراطيه. الامر الثاني، الشق الثاني في السؤال، حضرتك بتقول ايه؟ هتنزل ولا هتختار تكون تحت القبه نائب وتعترض على المليونيات؟ انا دايما في جزء حضرتك قلته تعطيل الانتاج، انا بس حابب اسال كل مواطن موجود قدامي دلوقتي واحنا موجودين في الاستوديو، في منتج قدامنا شايفينه مكتوب عليه صناعه مصريه وبنعتز بيه، اي انتاج واقف؟ هتقدر تقول حضرتك مصالح. أنا قلت لك إذا أغلبية البرلمان شايفة إنها بتعطل الإنتاج وضد الاستقرار، هتختار تكون إيه؟ برلماني ولا ثوري؟ لا، هكون ثوري. برلماني. أنا مؤمن بالثورة الديمقراطية. هو علشان كده موجودين النهاردة في انتخابات، نازلين نتكلم مع الناس، لأن إحنا بننتمي إلى الشعب المصري. ميدان التحرير طالما اكتمل فيه مليونية، إذا الشعب يريد، وكلمة الشعب يريد هي كلمة فوق الدستور مش فوق البرلمان. اذا اراد الشعب انه يشيل البرلمان، محدش كان يتخيل ابدا ان برلمان 2010 يتفض، محدش كان يتخيل ابدا ان احمد عز وفتح سرور وصفوت الشريف وحسن مبارك نفسه وحبيب العدلي يكونوا مرميين في السجون، وجمال مبارك وغيره وكل انصارهم اللي كانوا موجودين في موقعة الجمل او في ميدان مصطفى محمود، محدش كان يتخيل ان الناس دي تتحاكم او تترمي في السجون. شكرا استاذ احمد مرتضى. انت قلت في برنامجك انك عاوز دستور يضمن المساواه والعدل لكل المصريين. ايه موقع الاقباط في هذا الدستور؟ ورايك ايه في موقف السلفيين منهم؟ اولا احترامي الكامل للسلفيين، هم اكثر التيارات الاسلاميه احتراما عندي. والاخوان طبعا ليهم احترامهم، لكن السلفيين انا مش ضدهم، بالعكس هم موقفهم واضح وناس صريحه جدا. البلد دي بتاعت السلفيين وبتاعت الأقباط. موقفي الواضح في الدستور ان الأقباط ليهم مكان في البلد دي، لان دي بلدهم مش هنمشيهم، والمسلمين والسلفيين ليهم في البلد دي، لان البلد دي بتاعتنا احنا الاثنين. حضرتك عارف فكرة احنا لو ناويين نعيش عيشة محترمة مع بعض لازم نحب بعض. الفكرة ما بتبقاش بدستور ولا بقانون، الفكرة بتبقى ضمير ورغبة في ان البلد دي تمشي،
الشرعيه، معلش انا عايز ارد على السؤال اللي حضرتك سالته له. الشرعيه مش شرعيه ميدان، الشرعيه شرعيه انتخاب. الشعب يريد في الصندوق، لا يوجد مليونيات اخرى ولن يسمح بمليونيات اخرى، لان مش لن يسمح بالعنف، ولكن المليونيات مش هتطلع تاني مليونيات، لان هتلاقي عبد الرحمن بيتكلم في مجلس الشعب بيقول اللي هم عايزينه، هيلاقوا احمد مرتضى، هيلاقوا الاخوان المسلمين، هيلاقوا كل ان شاء الله اللي نجحوا بيتكلموا باسمهم. فالشعب مش محتاج ان هو يطلع، الشعب كان بيطلع لان كان في ناس مزورين جوه مجلس الشعب. فانا بطمن عبد الرحمن ان شاء الله لما هو ينجح واللي زيه ينجحوا واللي زي ان شاء الله، هيبقى في صوت محترم عنده ضمير يتكلم باسم الناس، فالناس مش هتنزل تاني مليونيات. شكرا استاذ عبد الرحمن. هل توافق على وضع متميز للمؤسسه العسكريه في الدستور، وان تكون ميزانيه الجيش خارج رقابه ومحاسبه البرلمان؟ مفيش مؤسسه في الدوله فوق الدوله، مفيش مؤسسه في الدوله فوق الشعب، الشعب هو رقم واحد. حقيقه انا اتمنى ان اشوف في مصر في خلال العشر سنين الجايين دوله بتتحول من دوله رئاسيه بس الى دوله رئاسه مختلطه، رئيس منتخب، رئيس وزراء منتخب، فوقيهم الشعب المصري. لما الاثنين دول بيختلفوا بيرجعوا لمجلس الشعب، لما مجلس الشعب ما يعرفش ياخد القرار بيستفتي الشعب، كده بنخلي الشعب رقم واحد. لما بنتحول اكتر سياسيا بعديه ب 15 20 سنه كمان، نقدر ساعتها نقول ان مصر تعدل من ماده معينه هي تحديد اطار الدوله، من تحول دوله رئاسيه مختلطه الى دوله برلمانيه تشكل الحكومه فيها مجموعه الاحزاب، سواء كانت ائتلافيه ساعتها او احزاب واخده اغلبيه. انا شايف ان ده المسار الطبيعي للتحول الديمقراطي، لكن ان يكون في مؤسسه داخل الدوله ليها السلطان. الفلوس بتاعت الجيش دي فلوس الشعب، افراد الجيش هم ابناء الشعب، ما ينفعش ابدا نخبي جزء عن الشعب المصري لان دي امواله. ما ينفعش اتعامل في صفقات سلاح او ما شابه ذلك وانا ما اعرفش انا السلاح ده بشتريه من مين. لازم الشعب يكون عارف في ممثليه في اللجنه المنتخبه داخل البرلمان ما بين رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء. اما الادعاء اللي بيقول ان احنا معلوماتنا هتبقى على العلن، البنتاجون الامريكي معلوماته على العلن. عايزين نتحول ونغير من ثقافتنا شويه، بلاش نفضل نخبي ونفضل نعلي في قيمه خادمين للدوله. الجيش المصري في الدستور، في نص الدستور، هو خادم الشعب. شكرا استاذ احمد مرتضى. ايه رايك في اداء المجلس العسكري حاليا، وهل تؤيد من يطالبونه بان يترك السلطه للمدنيين فورا؟ لا حضرتك، انا لا اؤيد الانتقال الفوري للسلطه للمدنيين. يعني مجبر اخاك لا بطل، زي ما عبد الرحمن قال، احنا قدامنا طريق هم رسموه، انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات رئاسه الجمهوريه بعد وضع الدستور. انا موافق على الكلام ده، لان حضرتك دلوقتي هي المؤسسه الوحيده اللي فاضله. انا عارف ان المجلس العسكري به ممثلين من النظام السابق، ولكن ليس معنى ان هو من النظام السابق انه كله فاسدين او به فاسدين. المجلس العسكري بأيده في بعض المواقف بالتاكيد، له مواقف محترمة جدا، ولا أؤيده في البعض الآخر، ولكن في الآخر إحنا في مركب واحد، ملناش طريق نعديه غير كده. ما أقدرش أشيل المجلس العسكري دلوقتي، هجيب مين؟ هجيب الثوار؟ طب أستاذ عبد الرحمن من الثوار، يشرفني إن أنا أكون موجود ومدي إيدي للشعب. أرجو عدم التعقيب من فضلكم، لازم أنقله النقلة دي. تمام يا فندم، هقول لازم من فضلكم نلتزم بقواعد المناظرة، اتفضل. تمام، أنا مش معترض، هو بيقول كلام. الثوار دول هم اللي جابوا المجلس العسكري. وقتك ثانية واحدة، في وقتك لو سمحت، اتفضل. طب ما انا من الثوار، من هو من سيحدد؟ من فضلك او سمحت، من ارجوك لو سمحت، من سيحدد من السائر ولا من ليس السائر؟ انا من الثوار، وممكن اقول على استاذ عبد الرحمن دلوقتي فلول، هو ايش عرفه وايش عرفني؟ فلول اخواني، انما الاعمال بالنيات، صحيح ولا لا؟ من فضلكم مفيش تساؤلات، اتفضل قول ردك خلال المده الزمنيه بتاعتك. حضرتك ما تقدرش دلوقتي تشكك في وطنيه حد، انا ما اقدرش اشكك في وطنيه عبد الرحمن، ولا عبد الرحمن يقدر يشكك في وطنيتي. المجلس العسكري له دور مؤقت، وعلى ما اعتقد بعد اللي هو شافه مع مبارك، لا هو اللي عايز يسيب السلطه ويمشي، وانا متاكد ان هو هيمشي ويسيب السلطه في اسرع وقت. انا مع المليونيه اللي تمت عشان الانتخابات الرئاسيه، ولا كنت افضل انها تكون بعد انتخابات مجلس الشعب، لان ما كانش ليها دور في الوقت ده، غير ان في 30 شهيد ماتوا بس تقريبا او 18، معرفش 44 44 شهيد.
فالمجلس العسكري دوره زي اي مؤسسه قابل للانتقاد، ولكن هذا هو الطريق الوحيد. اشكرك وقتك انتهى. من حق حضراتكم دلوقتي تعقيب تاني لمده 3 دقائق، ونبدا بالاستاذ عبد الرحمن ثم الاستاذ احمد، وده قبل تبادل الاسئله. اتفضل تعقيب ثم تعقيب الاستاذ احمد، اتفضل. طب احنا مش هنتكلم في البرنامج، مش هنتكلم في البرنامج السياسي. تعقيب اتكلم في اللي انت عايزه. طيب انا حبيس الحقيقه ان انا استغل الوقت ده واتكلم مع جمهوري مباشره عن البرنامج السياسي، امان، حريه، عداله اجتماعيه. مفيش كلمه خوف هتتقال تاني، اتكررت كلمه خوف حوالي 4 مرات من احمد مرتضى منصور. مفيش كلمه خوف، خلاص الكلمه دي شلناها من القاموس بتاعنا. محتاجين نتعامل مع الموضوع بـ 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 بشويه فكر وشويه اداء عالي شويه. انا محتاج الامان هو الثمره بتاعت الامن. وزارة الداخلية ليها أدوار محددة، وده البرنامج اللي أنا نازل عشانه. وزارة الداخلية بتأدي 80% مش من أدوارها. مهم جدا تعمل 3 أدوار عشان تحقق الأمان، هو الأمن الجنائي، حفظ المنشآت، تنظيم المرور، بل هو مش دور رابع. وزارة الداخلية بتنظم رحلات الحج، وده مش دورها. وزارة الداخلية بتستخرج حضرتك منها البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد، وده دور وزارة العدل، مصلحة الأحوال المدنية، ده في الهيكل بتاع الدولة. وزارة الداخلية فيها مباحث الأموال العامة، ده مش دورها، دي سلطة تنفيذية، ده دور وزارة المالية. وزارة الداخلية كمان بتطلع جوازات السفر، ده مش دورها لأنها داخلية، ده دور وزارة الخارجية. بيبقى في ممثلين منهم لكن ده مش دورها الأساسي. إذن هما بيقوموا بأدوار مش من أدوارهم الحقيقية علشان الخوف على أولاد الأستاذ أحمد. انا بتكلم عن الشعب المصري كله علشان نجيب استثمار ويبقى فيه تعليم ويبقى فيه اقتصاد واحد واضح، تفعيل دور النجدة في الامن الجنائي، تاني حاجة حفظ المنشآت الهامة، تالت حاجة تنظيم المرور ووضع خطط مرورية، لان اي دولة فيها عجز في المواصلات والاتصالات مش هيقوم عليها استثمار ولا انتاج. الثوار ما بيعطلوش الاستثمار او الانتاج. تاني حاجة الحرية، حرية الرأي، حرية التعبير، بس في حرية راشدة كمان وحرية مسؤولة. في مهن ملهاش ظهر في البلد، خليني أتكلم بشكل بسيط، السباك، النقاش، اللي بيشتغل في البناء، طائفة المعمار، وده عددهم في الدائرة بتاعتي في مبابة وأرض اللواء وميت عقبة وعزبة المطار 1,200,000 مواطن، أصحاب ورش سمكري ودوكو ونقاش. الناس دي محدش فكر فيها في يوم من الأيام لو السباك وقع من المنور وجاله شلل نصفي، مين هيصرف على عياله؟ مين هيقف جنبه وهيتعالج فين؟ في ظل الحريات ننشئ النقابات الحرة لأصحاب المصالح المشتركة من الحرفيين وبفلوسهم مش بفلوس الدولة. 1,200,000 مواطن، هنقول 1,000,000 بس علشان نظبط أرقام مظبوطة، 50 قرش في اليوم ساعتها يقدر يتعالج في دار فؤاد من كل مواطن. 50 قرش في الشهر 15 جنيه، يعني في السنة 165 جنيه. شكرا جزيلا في مليون مواطن 165. شكرا جزيلا استاذ احمد. 3 دقائق اتفضل تعقب فيهم. حضرتك برضو انا هستغل الوقت في ان انا اقول برنامجي لان انا ما قلتوش. زي ما قلت لحضراتكم، انا شايف ان مشكلة مصر تتمثل في العدالة، سواء العدالة الاجتماعية او العدالة القانونية، محاكم محترمة، منظومة قضائية محترمة مكونة من القاضي والمحامي وضابط الشرطة، كل يؤدي دوره، مع تعليم حقيقي، تعليم ما بيتاجرش بأولادنا، دروس خصوصية، والراجل بدل ما بيدفعش فلوس تقوله تعليم مجاني، وهو في الحقيقة مش تعليم مجاني، لا بيدفع دروس خصوصية بتبقى أكثر من مجانية التعليم، مع مستشفيات، مستشفى حقيقية تعالج فيها دكاترة فعلا بيعالجوا مش دكاترة ما بيعالجوش، فيها بني آدم بيخش بيحترم أدميته، مستشفى ما تلاقيش حضرتك ملوثة. خلاص أنا مع قانون معاشات محترم جديد يؤمن المعاشات للناس الكبار في السن والتأمينات. النقطة الأخيرة وشايف اللي هي الأهم اللي أستاذ عبد الرحمن قال عليها، إنه هو أن أنا هشتغل بإيدي، سأكون عضو مجلس الشعب، عارف دور التشريعي وعارف دور الرقابي، وعن طريق دور الرقابي ده أقدر أدي الخدمات إن الشوارع تبقى مرصوفة والناس تشتغل، والخطة الاستثمار للدولة وإزاي هم عملوا قوانين محترمة تنمي الاستثمار في مصر. أنا مع الحرية زي ما أستاذ عبد الرحمن قال، والعدل والمساواة،
الفرق بيني وبين الأستاذ عبد الرحمن هو الأسلوب وزي هنغير، لكن هو نيته حسنة وأنا نيتي حسنة. أنا بقول للناس انتخبوا أي حد، كلنا عارفين مشاكل مصر اللي هو اتكلم عليه، مشاكل المطار عندنا في امبابة، مطار كبير جدا أرض واسعة مش عارفين يستغلوها نعمل فيها إيه، دي أعتقد إن هي حل المشاكل منطقة المطار. عندنا في سوق السيراميك في بلوك 102 المية البني آدمين بيناموا في المية تحت البدروم، واستاذ عبد الرحمن اضرب بامبابه اكتر مني، انا ساكن هناك. ما انا بقول حضرتك اضرب مني اكيد، لكن المهم نبتدي، انا ابتدي او هو يبتدي، المهم نبتدي. انا ساتجاوز دايما عن الاستاذ عبد الرحمن لما بيقول لي موقعة الجمل، لان انا زي ما قلت لحضرتك هو اصلا لا يجوز لي اتهامي زي ايه، هو ما هو قال انا بقول له انت فلول، فقال لي انا من الاخوان المسلمين، فانا بقول لا انا فلول الاخوان. انا زي فلول وانا ابن مرتضى منصور اللي وقف ضد زكريا عزمي وضد احمد عز وضد احمد نظيف واتسجن كتير جدا زي ما الاخوان المسلمين اتسجنوا. مرتضى منصور وقف جنب خيرت الشاطر لو حضرتك ما تعرفش، بس محدش بيشتم فيهم، لا ناس محترمين بالتاكيد، ناس محترمين. لا وانا والدي محدش بيشتم فيه، والدي راجل محترم. من فضلكم من فضلكم من فضلكم اتفضل يعني كمان. بص حضرتك هو المشكله اصل انا ما يفرقش معايا مجلس الشعب قوي، انا لازم اخدم الناس خلاص، وكفايه مزايدات، لان مصر دي بتاعتي وبتاعتك. انا مصر ابويا اتحبس، انت تقريبا ما شفتش السجن، انا اتحبست، انا رحت شفت المزرعه ده من وانا عيل صغير كده لحد ما كبرت. حضرتك يمكن اتحبست يومين ثلاثه، وربنا يحبسك تاني ان شاء الله، احنا في دوله حريه وعداله. شكرا. والان وقت تبادل الاسئله، استاذ عبد الرحمن يوجه سؤال للاستاذ احمد وبالعكس، وقت الاجابه بعد اذن حضراتكم دقيقتين. اتفضل استاذ عبد الرحمن. الرصيد السياسي عند احمد مرتضى منصور ايه؟ احنا ما سمعناش عنه غير، او الناس ما بتسمعش عنه غير ميدان مصطفى محمود. ايه قبل كده وايه قبل البمدعي؟ هل كان في رصيد سياسي؟ انا عايز اسال سؤال تاني، ناس كتير بتسال القضيه المشهوره الخاصه بموقعات الجمل برضو دي وصلت لحد فين دلوقتي، خاصه ان في ناس بتقول ان في اتهام من النيابه بالضبط والاحضار. شكرا. اتفضل استاذ احمد. يعني برضو حضرتك حضرتني في حته الجمل دي، وانا مش هممني، بقول لحضرتك انا هحبس اللي اتهمني بموقعة الجمل، اوعده لن اتركه من اتهمني بموقعة الجمل. النيابه هتتحبس؟ من اتهمني بموقعة الجمل ساحبسه ولن اتركه، لاني انا اشرف منه. هو ممكن يكون غلط في حياته، انا الحمد لله ما غلطتش، واحنا جبنا ورقه، هو طلع راجل مزور يعني. ان شاء الله انا عشان ما فيش مجال استاذ عمرو خانقني كده دقيقتين، وانا ابن مرتضى منصور عارف عندي كلام كتير يعني. ابويا الحمد لله بتشرف بيه لانه كان راجل، وحضرتك وانت لسه قاعد صغير كده. انا مش عيل. لا حضرتك دلوقتي راجل محترم. انت يا ريتك من فضلكم ممنوع التشابك بالكلمات. من فضلكم يا ريتك تبقى زي استاذ احمد استاذ عبد الرحمن، وانا يشرفني ان ابويا فضلكم مش عايز تعمل على موقعه الجمل دي. موقعه الجمل دي لا انا الحمد لله انا برضو لا انا محامي. لا حضرتك ما تشرفش انت محامي. من فضلكم نلتزم بقواعد المناظره والا هنهي المناظره. من فضلكم استاذ عبد الرحمن محترم، وانا بعتبره لانه راجل محترم رباني وعلمني على وعلمني ازاي اكون راجل، وعلمني انزل الميدان واقول لحضرتك اذا كنت انت بتقول ان انت سائر فانت لست سائر حق، لانك تهين مصر. الاخرين اسمعني بس، انا جزمتك يا استاذ عبد الرحمن هضطر انهي المناظره، هضطر انهي المناظره. نقطه نظام حضرتك اتفضلوا. انت جايبني تقول لي اتفضل جمل القاضي ده انا هحبسه. اتفضل رد في مدتك. اتفضل انا بوعد الناس ان انا هحبسه لانه طلع مدخل ابنه النيابه بالتزوير، لا يوجد سمه دليل ضدي. يا شعب مصر انا ان شاء الله باذن الله هنجح او هسقط، عايز حضرتك بس تخاف على البلد، وعايز حضرتك ما تولعش وزارة الدفاع. انا بس مش هسيب دم الشهداء. دم الشهداء انا اللي هجيب. من فضلك دم الشهداء يا استاذ عبد الرحمن نلتزم. اللي في تعقيب تاني كل واحد من فضلكم نلتزم بالقواعد. انت اللي قتلتكم متحضرين. اتفضل يا استاذ احمد. انت اللي قتلت الشهداء. ده اتهام على الهواء. انا بتهم حضرتك ان انت راجل قانون وحضرتك بتتهمني ان انا اللي قتلت الشهداء. انا ما اتهمكش، انا بردد كلام الناس. بص حضرتك كلام الناس يا استاذ عبد الرحمن بقول لك الناس محترم وزهق من اللي حضرتك بتقوله ده بصراحه، واحنا عايزين نشتغل. القاضي مزور. الاجابه انتهت. السؤال انتهى. سؤال الاستاذ احمد. استاذ عبد الرحمن من فضلكم يا استاذ احمد يا استاذ احمد حضرتك كفايه. استاذ احمد من فضلك استاذ احمد بارك الحمد لله هضطر انهي المناظره اذا استمريتوا انتوا الاثنين. من فضلك سؤالك استاذ عبد الرحمن اتفضل. مش عايز اساله على ايه، انا ما اعرفوش. اساله الاجابه في دقيقتين. انا ما اعرفوش، هو راجل محترم محامي محترم. اتفضل سؤال دقيقتين لو سمحت. ما اعرفوش، انا ما اعرفش برنامجه. واعتذر للقاضي قاضي التحقيق في قضيه موقعه
حياه الجمل بصفتي مدير الحوار، بصفتي مدير الحوار انا بعتذر، بصفتي مدير الحوار انت تقول وانا اعتذر. اتفضل. اتهمني ساحبسه لانه اتهمني. على مسؤوليتك هذا الكلام. ابويا كان راجل محترم. على مسؤوليتك زي ما استاذ عبد الرحمن. استاذ احمد على مسؤوليتك، نحن نجل قضائنا ونحترمهم. انت راجل محترم. سؤالك يا استاذ عبد الرحمن. خلينا نحترم بعض. عيب ان انت تفضل تقول لي سؤالك جمل. استاذ احمد سؤالك. انا اللي بقول دي يا استاذ احمد. سؤالك هضطر انهي المناظره. سؤالك ليه؟ اتفضل. هساله اقول له ايه؟ ما اعرفوش والله استاذ عبد الرحمن، اول مره اتشرف بيه. اساله. اتفضل. مش عايز اساله برنامج وهدوء لو سمحت. ممكن اكمل لو انا نجحت. لا سؤاله لو انا نجحت باذن الله هطبق جزء كبير من برنامجه، لان ده برنامج محترم وهطبق برامج الناس كلها. وانا بقول للناس للي مش هينتخبني، عندكم دكتور عمرو شوقي محترم، دكتور عمرو دراج، عبد الرحمن محترم، المهم تنزلوا وتنتخبوا. لو انتم مصدقين الكلام العبثي اللي استاذ عبد الرحمن بيقوله بتاع النيابه بتتهمني، لا النيابه لم تتهمني. وليه الالفاظ دايما خارجه عندكم؟ ليه حضرتك؟ هو عبثي. ليه عبثي يعني؟ والان كل واحد من حقه يكلم جمهوره من الناخبين في حدود دقيقتين يقول له برنامجه الانتخابي ايه. اتفضلوا استاذ عبد الرحمن. اتفضل استاذ احمد. من الواضح ان في فرق كبير في الثقافه في التعامل مع الثوار. يا استاذ ما فيش حاجه اسمها صور. انت مصدق انا بتكلم مع الجمهور؟ احنا نزلنا الميدان يا استاذ، احنا كنا 20,000 واحد، انا ما شفتكش. احترم النظام يا احمد. علاء الاسواني كان في الميدان. نقطه نظام يا احمد. نقطه نظام يا احمد. استاذ عبد الرحمن. استاذ احمد. استاذ عبد الرحمن. استاذ احمد من فضلك. يا جماعه ارجوكم. استاذ عبد الرحمن. يا استاذ احمد خلينا متحضرين في المناظره يا جماعه. شفت لما ابويا اتحبس؟ يا استاذ احمد. يا استاذ احمد قال له 3 سنين حبس. انت كنت يا استاذ احمد يا اخي كفايه مزايدات. لما جدتي اتضربت بالنار من عند الدوله. الناس دي دايما كده بيقفونا عن اهلنا. عايز اكلم جمهوري. يا بيه جمهورك هو جمهوري. جمهوري هو شعب مصر وجمهورك هو شعب مصر. استاذ عمرو احترم خصمك. عايز حتى اكلم تكون بني ادم يحترمك الاخرين. استاذ احمد هخليك تتكلم بعديه على طول. استاذ احمد هتاخد حقك في الكلام. اتفضل. استاذ عمرو ما يتهمنيش بفلوس. ارجو ان الكلام بتاع حضرتك يكون استاذ عمرو. انا بقول لحضرتك تاني اللي هيتهمني. بص على حضرتك يوفا دي قطعت. انا فلوسي مش حرام. ده من حقك الاعتراض مقبول. من فضلك. انا فلوسي مش حرام. انا لازم اخدم الناس. اذا كان الناس عايزه البرنامج الانتخابي تبقى القاعده المناظره. انا او هو. طيب. لكن هو يفضل يتهمني بمقطع الجمل وفلول والكلام الغريب ده. يا باشا اقول لك انت عايز اقول لك نفس الكلام. بعد كلام لقد قتلوا الشهداء مليون واحد. الشهداء ماتوا. انتوا ضيعتوا حق الشهداء. يا استاذ احمد. يا استاذ عمرو انا مش هسكت. انتوا ضيعتوا حق الشهداء. انتوا ضيعتوا حق الشهداء يا اخي. يا اخي اتق الله. انتوا ولعتوا في البلد. انتوا ولعتوا في وزاره الداخليه يا اخي. كفايه ده طلعت عليها المهدي قلعت هدومها يا اخي. خلي المصريين الوسطيين فعلا يعيشوا يا اخي. اتق الله واسمع كلام الاخوان المسلمين. شوف المرشد العام للاخوان المسلمين. شوف حسن البنا كان بيقول ايه يا اخي. الاخوان المسلمين بتتبرأ من كل اتهام ومزايده انت بتتهمها يا اخي. اتق الله. طيب ارجوكم نعود الى المناظره. اتق الله يجعل له مخرجا. لك دقيقتين. اتفضل. لا مش هسيبه يقول دقيقتين يقعد يقول جمل وكلام. لا مش هسيبك. انت ليك دقيقتين يا استاذ احمد. هو انت جايبني البرنامج ده عشان اقعد اقول انا متهم في موقع الجمل. انا جزمتي اشرط ممن اتهمني حضرتك. أنا لن أنا يقبل. انا مضطر ان انا اني هذه المناظره. انا شريف وابويا شريف. تم الانتهاء من هذه المناظره. انتهت المناظره. طب ما حضرتك كنت فلول. ينفع اقول لك كده؟ حضرتك كنت فلول. هذا غير مقبول. تم انهاء المناظره. كفايه مزايدات على بعض. كل مصر كانت بتعيش.